كثيرا ما تحدثنا عن البدع وعن أصحابها، وهنا ملخص إبراء للذمة لكي تعرف من هم أصحاب الأهواء. وأهل الأهواء هم أهل البدع، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: أذكر لك هذه القواعد التي ذكرها السلف رحمهم الله، ولا تقل إن هذه القواعد لا تصدق على فلان بحكم أنه معروف أو مشهور أو له أتباع أو لديه علم. قواعد سر عليها حتى تنجو إن أردت النجاة. إذا رأيت الرجل يقدح في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في أي أحد منهم فاعلم بأنه صاحب هوى، كما قال ابن عون رحمه الله. إذا رأيت الرجل يطعن في الآثار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعما ورد عن سلف هذه الأمة فاعلم بأنه صاحب هوى، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله. إذا رأيت الرجل يدخل عقله في النصوص الشرعية ويحرف هذه النصوص حسب ما يهواه عقله فإنه صاحب هوى، بل إنه فتح لباب الزندقة، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة. إذا رأيت الرجل كثير العلم، كثير الحفظ، كثير الكتابة، كثير الكتب، لكنه يخالف الكتاب والسنة، يخالف القرآن والسنة الصحيحة، فاعلم بأنه صاحب هوى، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة. إذا رأيت الرجل يقدح في أئمة السلف كالإمام أحمد أو من أتى بعده كشيخ الإسلام فاعلم بأنه صاحب هوى، بل قال الإمام البربهاري في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يذكر أئمة السلف كالإمام أحمد يذكرهم ويثني عليهم بخير فهو صاحب سنة إن شاء الله. إذا رأيت الرجل يذكر أئمة البدع والفلسفة ويثني عليهم ويمجدهم فاعلم بأنه صاحب هوى، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة. إذا رأيت الرجل يدعو على الإمام يعني على الحاكم فاعلم بأنه صاحب هوى، قال الإمام البربهاري: لأن الشرع لم يأمرنا بالدعاء عليهم وإن ظلموا وإن جاروا. إذا رأيت الرجل عنده تلون ليس له منهج واضح يسير حيث صارت أطماعه، وكما قلت لا ينظر إلى أي شخص وإنما تنزل عليه هذه القواعد، إذا رأيت الرجل عنده تلون ليس له منهج واضح يسير حيث سارت أطماعه وله أتباع ينعقون خلفه فإنه وهم أصحاب هوى، قال الإمام البربهاري في شرح السنة، قال: وكل بدعة إنما ظهرت من الهمج الرعاع الذين يتبعون كل ناعق ويتحركون مع كل ريح، والله جل وعلا قال: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، قال: وهؤلاء هم علماء ودعاة السوء، أصحاب من؟ أصحاب الطمع في الدنيا، أصحاب الطمع وأصحاب البدع.
إذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء على حسب القواعد التي ذكرتها لك سابقا فحذره، فإن عاد فجلس معه أو معهم فاعلم بأنه صاحب هوى فاتقه واحذره، كما قال الإمام البربهاري في شرح السنة. إذا عرفت هذه القواعد عرفت أصحاب الهوى وأصحاب البدع. هنا ما الذي يجب عليك؟ يجب أن تفر منهم ويجب أن لا تجالسهم،